السلام عليكم فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبكامل الصحة والعافية. مرحبا بكم على قناتي البرجاتيب. اليوم ان شاء الله جي نضرب بكم دويرة هنا في شاطئ مموزة، بعد غنمشيو ان شاء الله طرون طروان نوريكم فين كيعيش الحلوف ديال الغابة ديال طرون طروان. كيعدو واحد الغار كيخرج منه، ديجا كان واحد مقتول مليوح في الشانطي، ما يبقى معنا وما تمشيو فين تشاركو الجديد ديالنا في هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم. كما كتشوفو اخوتي اليوم صباح البحر هايج هنا في شاطئ مموزة. هذا هو شاطئ مموزة ديال مدينة المحمدية كما كتشوفو اخوتي. الناس كتجي هنا كتصيد مع راساتها وكتجي كتدوز القيسة ديالها. الناس هنا صراحة أنا كنجي ليه كنجي كنرتاح صراحة. السلام عليكم خوتي، كما كتشوفو حنا دابا تحت في شاطئ الموزة، كما كتشوفو البحر دابا راه هايج دابا تسالي الأمواج كتبان ليكم كبير. تبارك الله الأمواج قداش كما تشوفوا حنا دابا في الغابة اللي كتواجد بها الحلوف. هذه هي غابة طرون طروة، كما شفتوا راه غابة كبيرة تبارك الله راه عملاقة. هاد الشاطئ هذا فين لقيت واحد النهار واحد الحلوف هنا مليوح مقتول، قاتلينو بلا يحيدونه، لدرجة واحد النهار مشيت للغار ديالهم، الغار ديالهم كاين هنا لتحت كما كتشوفو، الغار ديالهم كاين لتحت. حنا غنمشيو نقربو شوية نشوفو الغار ديالهم على ما أظن ردموه، دزت ليه دابا ما باش ليا راه مكاينش تردم. المهم حنا دابا راه قربنا ندخلو اللويزية، السوق اللويزية قريب من غابة طرون طروة، وما حنا غندخلو دابا اللويزية وغتشوفو الأجواء. كما كتشوفو أخوتي حنا دخلنا دابا اللويزية، هذا هو سوق اللويزية دابا، هادي هي الدخلة ديالو. وكيعمر بالحد